يعطيكم العافية. دعكتين وبسكوتين حطيت قطعة زيادة عم عثمان. ايه معلش، شو بيصير؟ اختي داريا ما رح تحكي شي، بتقلي عادي. تمام عم عثمان، بس من شوي هيك عملت هيك منفلس. ما منفلس ما منفلس، منيح بيكون بركة علينا. معناتها خلي القطعة الزايدة على حسابنا استاذ، الحساب صار 10 ليرات. شكرا كتير، شرفتنا. فريد 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 فريد. اوه فريد، الله يوفقك يا باشا. الله يخليك يا اخي، ليك لبالك هالشغل. اسلموا اخي. اخي عثمان طلع صرت مثل الوردة، رجع لك لونك. برافو عليك اخي، اعمل لي شاي. من عيوني اخي، شوي عم. شبك ليش عم تزمي اخي بلال؟ ها صادق خير؟ شو هي شغلي الجديد؟ شو رأيك؟ ها من هلأ ورايح الشوفير صادق. والله برافو عليك، منيح، معناها ما راح اطلق. روح ربي يرزقك. تمام يلا باي، مع السلامة. اخي عثمان ليش عذبت حالك يا ابني؟ اختي داريا وظفتك، انت ليش عم تخلي هذا الرجال يشتغل شغلك؟ اخي اصر علي يشتغل معي. انا حابب ساعد فريد، انا بدي ساعد. عود لشوف، عود اشرب شاي على رواق. ليش لا تشتغل انت؟ شو هادي قدامي؟ انت شيلك من هاي، خبرني عن الموضوع المادي. القصص المادية سهلة منحلها، انك تعملي الشيء الحلو للشخص الحلو هي عادات. اخي انا بيمشي حالي لهي الشغلات الحلوة اللي عم تحكي عنها، مثل ما بتعرف بيقولوا عني القنبلة السمراء. انت بكفي تسحب. شو عم يصير؟ ترك ايده للولد، عيب. ولد مين؟ رجال طول بعرض، قديش عمرك؟ 28. رجال قد الحمار، اصغر مني ب3 سنين. خير ان شاء الله، شو عم تعملوا انتو؟ وكيل عقارات، يعني بيشتغل بمجال البيع والشراء. انت سمسار عقاري؟ ليش انت بدك تنتقلي؟ بدي انتقل، اذا ضليت تتصرف هيك بهالعصبية هي والله بنتقل على مكان ما تشوف خلقتي بحياتك فيه. بعد شوي بدنا نحكي. تعال يا اخي، ما تكون مثل هذا يا أخي. تمام، هذا النوع من الرجال معقد وقمعي كتير. بالواقع هنن ما قصة مو واثقين فيك أنت، هنن مو واثقين بحالهم، لهيك بتصرفوا تصرفات رجولية. فهمت علي؟ أنت عم تحكي كتير مع أختي داريا بآخر فترة؟ تماما عم بحكي، المرأة عم توعيني كتر خيرها. يكتر خيرها بس يا أختي، إذا أجا هاد ما رح فرجيكي. شو يعني ولا؟ شو بدك تفرجيها؟ خلص بلال، أنا عم بسأل من فضولي لأني حابب شوف. شو بدك تفرجيها؟ أختي أنا كتير آسف، لا توخزيني، بس لو سمحتي علمي زوجك الحضارة شوي. لا على مهلك، هاد مانو زوجي. بلا شو؟ تعال يا أخي، يلا تعال تعال على مهلك شوي. قدر قدر كيفك قدر عثمان؟ قدر هديك قدر يا أخي، أنا بلال. إيه؟ كيف بدي ضل هون هلا؟ كتير حلو. تفضل. حلو كتير، أنا هذا المكان بيوم واحد بحوله لجنة. ورح سمي لك وفرها جنة. حلو كتير بهي الزاوية. بس مو قدك أنت. طلع فيني يا قليل الأدب، أنا بقدر أدعسك، بتعرف هالشي؟ لا تعبي حالك أبدا يا روحي، أنا رح أعمل الواجب. يا أخي والله ما كنت أقصد أختي لما قلت حلو. شو كان قصدك لكانو لا؟ والله أنت فهمتني لا غلط. لا تضربه، خلص أنا بدي استأجر هذا المحل منه. ما عم بضربه، عم سايره. بترجاك سامحني، والله ما كان قصدي أبدا. بدي فرجيك الجنة، أنا بعتذر منك. يلا إلي على برا. حلو كتير. أهلا وسهلا، تفضل. وديت الصبي على المشفى يا بلال؟ ما كان بيستاهل الضرب؟ إيه كان إيه بيستاهل. وهيك ما رح يأجرني المحل، أنا هاد همي، الولد ما عاد يأجرني المحل أبدا. لسه بتقول ولد؟ ليك لا تخليني أرجع على المشفى شبعه ضرب، بروح بحرق الدنيا فوق راسه. إيه روح أحرق، مثل ما حرقت أحلامي، حرق الدنيا فوق روس العالم. لك شو حلمك أنت وأنا شو حرقت؟ قليلي مشان الله قليلي. أنت ما بتعرف قديش بنيت أحلام على هالمحل. كل اللي وقفتيهم دقيقتين بس. أنا كنت رح أعمل أكتر محل مشهور هني. يا بنت هذا ما نو آخر محل بالعالم، هلأ منروح ومندور على محل تاني نستأجره. هذا المحل كتير مناسب وبنص السوق، وين بدنا نلاقي غيره؟ منلاقي غيره، شو مضل غيره؟ خلصنا بقى، خلص بلال، خلص منلاقي. إذا ما لقينا منروح نحن منبني محل خاص فينا شبكي. خلص يا بلال، فكر شوي قبل ما تحكي. بالله فكر بالحكي أول قبل ما تحكي. أنت بس اللي من وين عايز تجيب لنا محل؟ شو بدك أنت؟ أختي اسمعيني شوي، شو صار لكم؟ شو في يا أختي؟ عم تدوروا على محل كوافيه؟ تماما. ليكو هذا المحل الأجار. أجار كامل؟ قال أجار كامل. ها؟ يعني بيكون في كل شيء. تماما يا قدر، أساس المحل والكهربائيات وديكور المحل وكل شيء. قديش؟ مع كل شيء جوا
هن عارضينه هو ومحلي للأجار. يا أختي عم تسألك في عقد أجار عندك؟ إيه إيه في كل شيء موجود جوا. يلا رح تشوفيه؟ رح نشوفه. إيه منيح يلا. شو هالصدفة الحلوة. فورا روقي. إيه طبعا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.